قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير وهدم منزلين في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، كما استهدفت قوات الاحتلال السيارة بصاروخين من طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة يستقلها 3 شبان في شارع بمخيم بلاطة ولم يصب أحد. وأشارت المصادر ذاتها أن الأضرار لحقت بالمباني المجاورة نتيجة للقصف.